الولايه الجغرافية ديالها الوزاره، وزاره الفلاحه والتنميه الطاويه والمياه والغابات، وغنبغيو السي جالون يعطينا نبذه على يفهمنا ويعطينا شنو هو الاعتراف بالولايه الجغرافي، وكيفاش ان سلاله بجاد حصلت على هذا الاعتراف هذا، وزعما شنو الاهميه ديالو بالنسبه للكساب وبالنسبه للمستهلك. اذا اولا باش نفهموا المساله ديال البيان الجغرافي، فهو واحد المرسوم القانوني اللي كيربط ما بين المنتوج والمجال الجغرافي ديالو. يعني كيقولوا هذا المنتوج هذا، هذا الخروف هذا، فهو خروف اللي هو منتج في هذه المنطقة بالوسائل التقليدية في هذه المنطقة، يعني الطرق في هذه المنطقة وجميع الوسائل ديال الانتاج فهي ديال هذه المنطقة. يعني مثلا لا من ناحية التغذية، لا من ناحية نقولوا أن الفحول ذكور الإناث كلهم في المنطقة، وبالتالي هذا كيرفع كيعطي واحد كما تنقولوا إيكاليتي سوبيريور. علاش؟ لأنه أولا عندك ضمانة من ناحية الجودة، لأنه نظرا للمسائل اللي تستعملت في ذاك الإنتاج، لا من ناحية كما كنقولوا أهم شيء، أهم شيء هو القضية ديال التغذية. والحاجة الثانية أنها تنتجات بطرق ديال محلية، ماشي نقولوا تقليدية، ربما تكون عصرية ولكن محلية، يعني ماشي غادي كنخدموا شي طرق اللي هي خارجة على ديك المنطقة. كما تهضروا على الجبال، الجبل مثلا ديال الشاول، هو جبل اللي تم الإنتاج ديالو بطرق اللي هي محلية، وعصرية ديال المعز، ديال المعز بالضبط. ونفس الشيء، إذا هذا الرمز هذا الآن غادي يمكن يحسبها، يعني أي واحد ينتج واحد المنتوج في إطار هاد لابيل اغريكول، هاد لي جي بي كتسمى لانديكاتور جيوغرافيك بروتيجي، هاد لانديكاتور هذا البيان المحمي، البيان الجغرافي المحمي، يعني فهو الربط ما بين المنتوج الجغرافي ديالو، فهو اللي خدم مثلا في هاد الديفاش هاد المسار هذا، فأي خروف منتج في هاد النصف هذا غادي يمكن الحساب ديالو أنه هاديك الخرفان ديالو تباعو بواحد الثمن زايد، لأنه كاينة جودة مضمونة الجودة هي عالية، يعني كان الضمانة وكاين الجودة. كاين الجودة مرتفعة وضمانات. وضمانات، يعني هذا هو اللي وهذا كيجي بالطبع هناك واحد الأورغانيزم، صحيح كتكون واحد المؤسسة للمراقبة وكتوثق هذه المسائل هذو، يعني يخرف راه كيكون دار وتم المراقبة ديالو بواحد الطريقة اللي هي قانونية، وبالتالي ملي كانت كتعطى هذاك الرمز فهو يعني مضمون وجوده ديالها عاليه. انا تعرف بان الدكتور جليل هو المسؤول على الخليه ديال التحسين، او نقولوا الرئيس ديال خليه التحسين النسل بالجمعيه الوطنيه، ومسؤول على التنقيب على السلالات.